بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن مراجعة لموضوعين مهمين جدا، وهو الموضوع الأول بعنوان طريق السلام، والعنوان الثاني ملك حفني ناصف. طيب مبدئيا يا ولاد، تعالوا نفتكر مع بعض نص طريق السلام. ده كان عبارة عن آيتين من القرآن الكريم، وكان ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا أن نسير في طريق السلام لأنها تحقق الأمن والاستقرار. وربنا سبحانه وتعالى كان بيأمرنا يا ولاد وبينهانا عن السير خلف خطوات الشيطان. ليه يا ولاد؟ لأنه طبعا طريق الشيطان دي بتحقق عدم الاطمئنان، وبتسبب القلق والحيرة بين أفراد المجتمع. طيب تعالوا يا ولاد نشوف نظام الأسئلة في الموضوع الأول هيكون إزاي. طيب أنا عندي يا ولاد ممكن يجي لي فيه موضوع النصوص يا ولاد في موضوع طريق السلام، ممكن يجيب لي آية قرآنية زي ما احنا شايفين ويقول لي يا ولاد بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. زي ما حضراتكم يا ولاد شايفين آدي الآية القرآنية اهي موجودة، وهيطلب مني يا ولاد ممكن يقول لي هات معنى مثلا كلمة السلم. طبعا يا ولاد احنا عارفين معنى كلمة السلم وهي طريق السلام، يبقى مع بعض يا ولاد هنكتب السلم معناها طريق السلام. طيب تعالى يا ولاد لو جاب لي مثلا مضاد كافة، احنا يا ولاد عارفين مع بعض كافة معناها جميعا، طب يا ترى يا ولاد عكسها ايه؟ عكسها منفردين. طيب يبقى كلمة كافة هيكون يا ولاد عكسها ايه يا ولاد؟ منفردين. طيب بعد كده يا ولاد ممكن يجيب لي كلمة عدو ويقول لي هات جمع كلمة عدو، واحنا عارفين يا ولاد عدو الجمع منها أعداء. طيب جميل، ممكن كمان يا ولاد يجيني في الآية القرآنية وسؤال ويقول لي من المنادون في هذه الآية، يعني يا ولاد ربنا سبحانه وتعالى بينادي على مين؟ هنكتب يا ولاد ربنا سبحانه وتعالى ينادي على عباده المؤمنين. يا ولاد ربنا بينادي على مين؟ على عباده المؤمنين، وهنكتب مع بعض يا ولاد ينادي الله على عباده المؤمنين. طيب جميل، تعال نشوف بعد كده السؤال اللي بعده بيقول يا ولادي لماذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالدخول في طريق السلم؟ يا ترى يا ولاد ربنا سبحانه وتعالى ليه بيقول لنا ادخلوا في طريق السلم؟ زي ما احنا فاكرين يا ولاد وتعلمنا مع بعض، لأنها طريق تحقق الأمن والاستقرار لأفراد المجتمع. طيب يعني احنا عرفنا ليه يا ولاد ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بأن ندخل في طريق السلم، لأنها طريق تحقق الأمن والاستقرار لأفراد المجتمع. وطبعا زي ما احنا عرفنا يا ولاد في نهاية الكلام بنحط ايه نقطة. طيب تعالوا بعد كده نشوف النقطة اللي بعدها بيقول يا ولاد رقم ده بيقول وضح مظهر الجمال في قوله تعالى إنه لكم عدو مبين، يعني يا ولاد زي ما انتم شايفين ممكن يجيب لي مظهر جمال وعايزك تقول له مظهر الجمال ده ايه. احنا لو نفتكر مع بعض يا ولاد قلنا انه ان دي لما بتدخل على الجمله، ان دي المشدده يا ولاد لما بتدخل على الجمله بتعمل ايه؟ بتاكد الكلام. طب يا ترى يا ولاد ربنا سبحانه وتعالى عايز ياكد لنا ايه هنا؟ ربنا سبحانه وتعالى يا ولاد عايز ياكد لنا انه الشيطان ده هو عدو الانسان، هو عدو الانسان. طيب نكتب مع بعض كده يا ولاد أسلوب
مؤكد. ويا ترى مؤكد بيه يا ولاد؟ مؤكد بإن. طب يا ترى هو عايز يأكد يا ولاد؟ عايز يأكد لنا عداوة الشيطان للإنسان بأسلوب مؤكد بإن يؤكد. عداوة الشيطان للإنسان. طيب ده سؤال. يبقى يا أولاد ربنا سبحانه وتعالى عايز يأكد إن الشيطان ده هو عدو الإنسان الأول، يبقى يؤكد عداوة الشيطان من الله، عداوة الشيطان للإنسان. طيب ده بالنسبة للآية القرآنية الأولى. طب افرض يا ولاد مثلا جاب لي الآية التانية، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ممكن يجيب لي الآية الأولانية يا ولاد، وممكن كمان يجيب لي الآية التانية. طب لو جاب لي الآية التانية يا ولاد هيقول إيه؟ آه هات معنى كلمة زللتم. يا ترى يا ولاد حد فاكر معنى زللتم إيه؟ آه أنا سامع ناس هتقول لي آه ابتعدتم عن الطريق الصحيح، او ابتعدتم عن الحق. طيب وفي الاخر يا ولاد بنحط ايه؟ نقطة. طيب مفرد البينات، انا عندي كلمة البينات اهي ليها مفرد. طيب قبل ما نقول المفرد يا ولاد هو يعني ايه معنى البينات؟ معنى البينات الادلة والبراهين. طب هو دلوقتي جايب لي البينات وعايز يا ولاد عايز مني المفرد بتاعها. اه هنكتب على طول يا ولاد البينة. طيب جميل. طيب تعال نشوف بعد كده النقطة اللي بعدها. بيقول اذكر صفات الله في الآية السابقة. ربنا سبحانه وتعالى يا ولاد في الآية السابقة في صفتين. اه نرجع للآية مع بعض ونبص عليها، هنلاقي كلمة عزيز وكلمة حكيم. يبقى صفات ربنا يا ولاد في الآية القرآنية أنه عزيز وحكيم. يبقى أول واحدة عزيز، رقم اتنين تعالى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول وضح مظهر الجمال في قوله تعالى فاعلموا. اه ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا اولاد انا ادين قلت لكم الشيطان دي طريقه بتؤدي الى الهلاك وبتسبب الحيرة والقلق في المجتمع. طيب انت لو اتبعت طريق الشيطان ومشيت وراه وعصيت اوامر ربنا، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اعلموا ان الله سوف ينتقم منكم وسوف يحاسبكم على هذه المخالفة. طب اعلموا ده فعل امر. طيب يبقى الاسلوب كله على بعض يا ولاد اسمه ايه؟ اسمه اسلوب امر. يبقى انا هكتب اسلوب امر. طب يا ترى ربنا ليه بيأمرني؟ للتحذير. اه يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحذرني من حاجة ولا؟ طب ايه؟ اه من الاستمرار في الانحراف عن الطريق المستقيم. يبقى ده اسلوب امر للتحذير من الاستمرار في الانحراف عن الطريق المستقيم. اه يعني ربنا بيحذرك بيقولك انت ايه خلي بالك انت مستمر في انحرافك عن الطريق المستقيم ومتابع للشيطان. طب وانت لو استمريت في انحرافك ده هتعرض نفسك للذنب، وكمان هتعرض نفسك للمخالفة، وربنا سبحانه وتعالى طبعا هيعاقبك على هذا الأمر. طيب تعالوا بعد كده يا ولاد، ده بالنسبة لمين يا ولاد؟ ده بالنسبة للنص القرآني. يبقى يا ولاد أنا أول حاجة عندي الآية القرآنية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإن زللت إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. طيب يا ولادي أنا عندي طريق السلام وعندي طريق الشيطان، الطريق الصحيح هي طريق السلم
أو طريق السلام بأنها تحقق الأمن والاستقرار والطمأنينة لأفراد المجتمع. وعندي طريق الشيطان يا ولدي، اللي هي التي تسبب الحيرة وتسبب القلق وتسبب العداء بين المجتمع. طيب أديني أنا عرفت إن الشيطان عدو، إن خالفت أوامر ربنا فأنا هعرض نفسي لعقاب من ربنا سبحانه وتعالى. طيب ده بالنسبة للنص القرآني وطريقة السؤال عليه في الامتحان، ودينا جاوبنا مع بعض. طب تعالي أولاد ندخل على الموضوع الثاني من موضوعات القراءة، وهو بعنوان ملك حفني ناصف. أنا عارف يا أولاد إن ملك حفني ناصف من الشخصيات الرائدة المهمة جدا في المجتمع، واللي كان ليها دور مهم في حصول المرأة على المكانة العظيمة اللي فيها دلوقتي، لأنها أصبحت طبعا زي ما أنتم عارفين مهندسة ومعلمة وطبيبة ووزيرة. ولازم يا أولاد نقول إنه لولا ملك حفني ناصف وملك لولا ملك حفني ناصف وهدى شعراوي وصفية زغلول يا ولاد لم تكن المرأة في هذه المكانة. طيب تعالوا يا ولاد نشوف في السؤال ممكن يجي ازاي في الامتحان في درس ملك حفني ناصف. ممكن يا ولاد يجيب زي ما انتم شايفين فقرة مكتوبة، ومن خلال الفقرة دي يا ولاد هيكتب لي بعض الأسئلة وأنا هجاوب على الأسئلة المطلوبة مني. وعايز أقول على حاجة يا ولاد، إنه ممكن يكون في سؤال أو سؤالين الإجابة بتاعتها في القطعة، ولكن يا ولاد مش كل الأسئلة بتكون إجابتها في القطعة. طيب تعالوا يا ولاد نروح مع بعض نقرأ قطعة مع بعض الأول. أول حاجة يا ولاد بيقول لي اقرأ ثم أجب. نظرت ملك حفني ناصف نفسها للدفاع عن المرأة وتعليمها، فكانت تحث الآباء فكانت تحث الآباء على تعليم بناتهم، وكانت تعلم الفتيات كيفية الاعتناء بأنفسهن. يبقى أولاد أنا عندي الفقرة أهي. طب أول حاجة ممكن نقولها لي يا أولاد، يقول لي هات معنى تحث. طبعا أنا عارف معنى تحث يا أولاد تشجع، يبقى أنا هكتب كده تشجع. طيب ممكن يقول لي هات مفرد الفتيات، هكتب له إيه يا أولاد؟ آه الفتاة، برافو عليكم. طيب انا عندي اولاد مضاد الاعتناء. طب هو اصلا يا اولاد الاعتناء معناه ايه؟ الاعتناء معناه الاهتمام. طيب الاهتمام عكسه ايه يا اولاد؟ عكسه الاهمال. يبقى انا هكتب يا اولاد ايه؟ هكتب الاهمال. اه يبقى الاعتناء عكسه ايه يا اولاد؟ الاهمال. طيب بيقول لي يا ولادي السؤال الثاني اللي هو رقم بي، بيقول لي بما اهتمت ملك حفني ناصف كما تفهم من الفقرة. اه هي ملك حفني ناصف يا ولاد كانت بتهتم بإيه؟ اقرأ الفقرة كده كويس يا ولاد وشوف ملك حفني ناصف كانت بتهتم بإيه. اه بيقول لي يا ولاد ملك حفني ناصف كانت بتهتم بتعليم المرأة، بتعليم المرأة. يبقى هكتب كده يا ولاد كانت تهتم بتعليم المرأة. واكتب نقطة. طيب السؤال بعد كده ولاد بيقول لي لماذا انتقلت ملك حفني ناصف إلى الفيوم؟ آه احنا عارفين يا ولاد انه ملك حفني ناصف دي ولدت بحي الجمالية بالقاهرة. طيب هي يا ولاد ايه صلتها بالفيوم؟ هنقول يا ولاد ايه الإجابة؟ الإجابة يا أولاد لأنها تزوجت. أنا عارف إن في ناس دلوقتي بتجاوب معانا طبعا يا أولاد لأنه الدرس سهل. طيب ليه انتقلت ملك حفني ناصف إلى الفيوم؟ هنقول يا أولاد لأنها تزوجت من عبد الستار الباسل.
وهو يعيش. بالفيوم أو في الفيوم. طيب جميل. طيب تعالوا بعد كده يا ولاد، أين ولدت ملك حفني ناصف؟ احنا لسه قايلين من شوية أين ولدت ملك حفني ناصف. هنقول يا ولاد طبعا ولدت ملك حفني ناصف هنقول يا ولاد ولدت ملك حفني ناصف بحي الجمالية بالقاهرة. طيب يا ولاد، هو دلوقتي هو بيسألني عن المكان، لأنه أين دي بتسأل عن المكان، يبقى أنا هكتب له المكان اللي اتولدت فيه. طيب لكن لو قال لي متى ولدت ملك حفني ناصف، هكتب له التاريخ اللي احنا أخدناه يا ولاد، وهو عام 1886. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي يا ولاد، ماذا علمت ملك حفني ناصف الفتيات؟ لو رجعنا للقطعة يا ولاد أو للفقرة، هنلاقي إن ملك حفني ناصف كانت بتعلم الفتيات الاعتناء والاهتمام بأنفسهن. يبقى نكتب مع بعض، علمت الفتيات الاعتناء بأنفسهن. جميل. طيب وكده يا ولاد نكون وصلنا لنهاية الفيديو. طيب يا ولاد، أو نهاية المراجعة بتاعت النهاردة. طب اللي أنا عايز أوصل بيه يا ولاد، إنه من درسنا النهاردة يا ولاد لازم نطلع بمعلومات قيمة. طيب أنا زي ما عرفت يا ولاد في الآيات القرآنية إنه الطريق الصحيح هي الطريق طريق السلام، لأنها هي اللي بتحقق الأمن والاستقرار لأفراد المجتمع. طيب كمان يا ولاد إنه طريق الشيطان دي هي اللي بتسبب القلق والحيرة بين أفراد المجتمع. طيب لما اجي اقول يا اولاد مثلا موضوع ملك حفني ناصف، هو ده انا بدرسه ليه؟ لازم يا اولاد نعرف مين اللي ليه الفضل في ان المرأة حصلت على هذه المكانة العظيمة. يبقى يا اولاد انا ما ينفعش واحدة قدمت فضل للمرأة في المجتمع وكان ليها دور بارز، ما ينفعش ان انا اغفل هذه الشخصية، لازم ابين دورها، ولازم يا اولاد اوضح مين اللي خلى المرأة أصبحت معلمة ومهندسة وطبيبة إلى آخره. وكده أولاد نكون وصلنا لنهاية مراجعتنا النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم في حصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.